عمي بشير عبده ما عليه شيء. ايوه بس ابو جوده دباره. بعدين يعني ما حدا بيعرف مين قتل الحارس ابو سمعه؟ ما حدا بيعرف غير الزعيم، لانه هو الوحيد اللي اجاه الخبر وقت اللي حفروا القبر تبع جده للإدعشري ولقوا جثه ابو سمعه والذهبات شات ابو ابراهيم. الله شغله بتحط العقل بالكف يا عمي ابو حاتم. يعني ما رح ينعرف مين القاتل عمي؟ لك ابني بده ينعرف، شلون ما ينعرف؟ هي الشام لك ابني، ما بتخبي دم كل عمرها. هذا هو شباب. إذا كنت زلمة اطلع فرجيني مراجلك برات الحارة. وينها؟ أختك ماني مطلقة لحتى أكسر لك عينك أنت وأبوك. لك ما فشلت يا واطي، لك اخرس. لك شو عم تسوي؟ لك قوموا، لك قوموا، سويتوا وشي. أنا ما جاي مشانك. أولاك إذا أنا ما دخلني مين دخله؟ أولاك شو فيك؟ مالك مستعجل؟ بس خلاص. مو محرز تبني حالك فيه ابني، اتركه. سلم بشير، اسمع انتو الكل، حاجتهم يوانا لك حالا. يلا ولا تاني مرة إذا بتشوفك هون بالحارة بدي خلي ميمتك تولول عليك. قوم خاطر قصة ما. يلا كل واحد عن شغله. والله فضلت على راسي يا أبو الأس. لهلا خاطر شو هالحكي؟ أنت أخي وحبيبي وصاحبي وعرضك عرضي، واللي بيرميك بوردة برميه بالنار. كفو كفو أبو العز، وأنت اللي محيص لك عصامه. على راسي خاطر. مسلم ثلاث كاسات شاي أكرك عجب.